السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا سود وهذا ملك استوعبتان برنامج كأني إسلام كأيو نلاشا برنامج كإسلام كأيو نلاشا وأن كفاق إنه مواضيع كذا دون وحن ما أنت كقاطن إن حد الله وادله أقلاده تربية ده أما بربارنت أيو إسلام ك برنامج كوا حمرتين أقوى شيخ فرح محمد كينهار وكم إذا علم هذا سومالية أيو دعادة كسودو شيخ فارح برنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أولا هالحواس دولستروين دولستاغو معناها التربية. تربية محل إلهدا، تربية محل إلهدا زيادة أما بربارين وحوي معناها وح كرية، هو شيء كرية ومعناها كر آدية. تربية أنا وقتي جهرة لما أقولين كلمة التربية ده معناه سهل لما يستعمل جري وحلو يستعمل جري وأدب معناه وحوية المها مارت معلنك وحبري الدنيا وحلو رنجري وأدب الرنجري، لكن عصر الحديث وحاء عن بحضي إن لو استعماله معلم كي يعدي وحبر بارنا يسهرن مربي أنا غبح تربيني إلهي سبحانه وتعالى القرآن هو هاي قصة أرورت أرنتاس ولفت جاس عصر الحديث عصر كان هاد عصر هاد أنشوجنه هقصة أرورتي التربية إلى القرآن كم شيء سبحانه وتعالى هل لو حلي يقول رب ارحمهما كما ربيان صغيرة مركي إلى سبحانه وتعالى كهل لا يمارتي قفك إنه والدك ودعي له وحير وحات رهضاء إله أن حريصه لا بد يدي والده هيد سيدا إيسو بربارين أنا غير أنا غير عرورة سيسو بربارين مركب تربية وعنا وبربارين أما كرين أما إلى سبحانه وتعالى ملك القرآن كم حصي سوينا كشاكين يا فرعون مركو نبي الله موسى الله اللي يحكيري ألم نربك فينا وليدا ميانا انكسو بربارين أذيقو ير وإلما ير ولبست فينا من عمرك السنين وميادا كنا قانين أكتا يدا مارتي مدو دمن مرك بربارين تو وحوي معناها وحوي تربية وبربارين ووح مارتي كوريا ووح من تاسي مارتي مارتي ساسي قرآن كان أوسو أرورتي أن تربية معنى يا الأذو فرب ضم بيلاد هي تعريفات كلا دوان ومضها ومضوا لبنا يدو قاف أي تربية دوا مسنت هي مضوا وحي مسنت هي نفط مثلا إن لعدبه ومقرنا يسال لدبه ومقرنا يسال سيس أكبرين أقوقين مارك هي وواحد لو يقان الرهبان يدا أمس مارك هل كتصوف واحد لو يقان الرقص وقري أو هنديه هو هندود هندوس كي يضد ما يقولي نفط هل لدبه ومقرنا يسال بادريش لكن إسلام كسيدا ما إسلام هو وسط نفط الحق يدو سينية ماركتي جسمي حق يسوسينا يا روح الحق يسوسينا يا غفر بحق يسوسينا دين تنو وسط أو ماركتي وسط تربية مركه وعيب وسدح جسود أما واحد لو يقان مثلث ك أما اللي يدي قبل يا مثلث سدح جسود تربية واحد حي ك ك كون كان تاجوري ك وهويا هويا ضي أباها أساس يهين واحد كلا تو تربية ميدنا دور وين كله ومضى صم مكاس كله حنولي هاي ومضى كون حنولي سيد أي تهاي بيئة سديتة بيئة فاسدة أما بيئة حن هذا المجتمع نوع أساسه بحديثة بأفسي عنا بمر وحيك له تو تربية ويدنا قيب قيب كلا كاء قافته وحبر الشذا سيدا مثلا المدرسة ذا سيدا مثلا الدكسي قران كا سيدا مثلا المساجد ذا سيدا مثلا الجامعة ذا سكول ذا يعني من قوة وحلق برتونا أما إنه ما لها صورنا وحوي مار تمحون على تربية إعلام كلفت جيسو أما ورباهنتو دور أي تربية كل هذا محيي لو حك بحاي ورباهنتها ومضى وي تأثيرنا يعني وتربية هدي ورباهين تمرك وح في على جسيد دايو هو مدة وح وراكسن عن فعي على جسيد دايو ورباهين توح وراكسن أيام مارتن برا وراكسن بعلاقة جورنا إياه هدي كلا وح لقيا بمر مثلا هدي جوريجو أوكرة هدي جوريجو هجاكسن يهاي المها سو هجاك يا لبدي والدها أيام مارتن محمد هدي أساسا سو أه يعيد مرك عن تكويس وبربارنيس وح كلا توه كم إذا بي هذا أما ديجان كا ديجان كو ومضى يوم بتشوكته هدي ديجان كاسي وحمني كتشيران إلمه وقاضنا إياه ما أباهنا إلمه إلا يراه وح بيأذ وكنوا ليه هاي وح كتشير إلا يراه سمايا ما سمين أباهنا وح كتشير هديت هسه لو لبستوا هديت هاي إذا مارك تي الله الله هديت هدي أخلاق حمت هدي وناك تهاي إلمه عفوية نسيت كقاضنا هاي وما أباهنا مرك أديك إنك تراهيد صاير ساح سمين قبته وح برا شذوك لما إلمه معلقه وح برا يو قطأثرية أنت أصلا دقن كوك قاضنا يقول كيسة هي مارك تي محوها مغال كيسة هي لبس كذي خلاق ديسا علمه وكقاضني وح كوين وح ومعلق كذا كقاضني. إذا وجد معلق وحلوب هي هي إنه ضريمه تربية مسؤولية تربية. وأصير لفت كذي اتصال النقطة.
وهذا الكيسة هي فعل كيسة هي أخلاق دي هي واحد وشيء جيه إنه دراما إنه يهي رسالة إنه قد بنيه سألك ميس بي أدا واسدو كالي مثلا بي أدا أمد يرن حلبا كسارا واقن خوري تدك خوري مركي دقامة اللي تشوغي ودن كو استغانة ما دقامة دو كومناين ودن كو سوالي وكالي قفك والا يغاني هذي اللي أركيل ما يروح صميني وحالي يوريع إن هبل مين هبل حالو صميني سوين هبل بالوري تشري موكت لكن ما أنت اللي اسمي يغانو إلمي وحو دحق لي وفكاس ودحق لي عيدنا متقعنا وحال لي وفكا وحر دي عيدنا مارك لكن هنتي وحو ويا هلكاس وحب ضنبا كل ما يو دقان كل يسيقاني أما المها المورنجي رقفك أنا بنقفك حتى بحكي عبس نجردو حمان صميين اللي يراد منك وين هبل أما هو مار تاسو كل بني فرع مركا سوى واحد بدن أيو مار تكرر سنجري مركا بيأدو دور وين بيكل هذا هاي أيو مار تو مضوه مش يكون ليهين سوى قد حل ومضوه نوض الصارم وين ومضوه مركا تربية هذا مركا مركا أصوا نقول ترى معنى يا الفرع بدن بالوية قانا واجه هري واجه دميبا مثلا هذا مركل في يروح على يرى هذا إن أيو كنت أمضو إن يالت اتجاهات أما طريقة إن يالته أخلاق معينة هي أركت معينة إن يالته أمضو طيب مثلا مركان كسوق هذا إنه مثلا هذا مجتمعات كهير بريجا أما كذا شيء وكله أخلاق بيليه دقن بيليه وحبي إلى ليان عادين بي إلى شذان قاب بي مرت وحسوسيان قاب بي أبو سدان قاب بي مارك إسوس صوران قاب بي أولا بستان وقيم هي أخلاق ولو أنه أي مرت يجو أجاره وحاضرت مركوه إلى شذان هذا تكتب هندي أو كله أما هندوس كذا تكلم إلى هذا بالتحديد هيجون أخلاق جاري ليهين ساس أو كله سلام كم مركو واحد ويا سجن وحولي هاي أخلاق هي النظام هي برنامج هي مارت يجدوي أيوة يوقف كل جد دورين وحقيقيه تاسنا واحد ويا مارك تيم حكومة كومنا جانب كريه تربية الإسلامية هي وتربية شاملة أو مارك تيم حق جسمك هي حق الروح ده أنت بس إسلام أيه مارك تمحوه وكبر بارنيس هذا كيسة تربيوين كقار كود مارك يعني إسلام كوي حان كأهين وحال كجرا مارك تمحوها خل بكجرا صح لما ما دم يعني ما دم يستغرى ومحيط أرنت عسي وهذا كيسة مثلا وحي تركيسينية جانب كجيركي بال تركيسينية قفت وحال تركيسينية راشن كيسي دركي عبيتان كي دودي ينو عوف كعياره ينو وحمر صدقي أوكي بودي كورا وقف كي مارته يعني لا جاي لا جاي لكن قف كاسي وح كم مهم سن بودي كان كورة روح دي قف كي مارك هذا الروح دي اللي ماتوا قف كاسي وح نقول يا قف سيد إلى القرآن كوش يا جي ولاك كان عامي درهم أضل السبيل حيوانات كانوا خلي تلقى ياو لأنه واحد حيوانات كسر توبين أي بنو عادة كمركي قيم كي أخلاق يتربوا له كهالوضو أما الروح ذا أي باب هذا أي كسر روبي شذا هذا بينه أرقني إن مثلا هاد حيوان لا بد تدقوا روح يسكر لمن لا بوح يسكر هذين ولا حيوانة لكن ما أنت واحد الله يا ضد وبنو آدم شيئا أي ورجع وتاعن ومارت محوها هاي يجلي مارت محوها واحد لقح الشوضو لا تاعن ولا مارت واحد سقى بناسه سوكله مركا إلهي سقران كشي وقفك مركا حيوانات وكل يدين يا هذه الروح ذو بابا الروح ذو مركا وحبا أنت راشين وسيدا جركو أوبا هي هي أوبا أنت سلام هو مركا سيل لك بالله بابا أوبا بربارنا يا روح ذو راشين كذا وحوية وعبادة ذا و و و و مارت أخلاق ذو ناقصن عبادة يدين تي الروح ذا مثلا القرآن كمركا هذا خديد القرآن هو الله الله يا روح ذا سيبه الله الله يا القرآن هو ترقيب يترهيب وعبسجلين يرجعجلين قفك إلهي سبحانه وتعالى أوامر بالصين يا سايل بالي وحنا هو لقى رهيب يا النواهي هدي وحي لقى رهيب أي أتكهرتي وحلا الله يم وحي لقى فرحته التي ما ديت أبى المرنت هسا الله جنة الله الله يمرك سؤالك ميزيد وحوي ما مرت وترقي وحاله وجع لي سيني عمل كاسمي وحلا لقى رهيب أي وح هذا التي ما ديت تنت رهيب وي وعبس قرين عذاب بالله عذاب بالله مركا سلامك مركز السيداس أيو الروح ذا أولاخي ضابي يا والروح ذا اللوك كورين يا والروح ذا على قرية الروح قيمة له وما قرنا يسا مارك إلهي وحي وأبو ري مارك تي فامس تعريف هذا كلا دوان أي مارك تي الوكل سيدا حيلين تربية ذا حيلين شخصان سوشي غير النفطة وإن مارك تي محمها الله دي بقى ولما يتقار وحيلين عكس ما هي النفطة وإن حرية ذا لور راح وحال الله وحيرت الله وحال الله وحيرت رفته وحال الله وحيرت إن السماء يسو هدي دون تمارك تي إن هذا وحي نكسر عن يدين ومعنا واحد وين دي نفته هو ده إن لود دايو تاسنا واحد وين نفته هو ده دي لود دايو بنو آدم كو عقل جيسك ما في الله نفته حب عن تي واحد جه واحد ضنطة أو مصالح إذا دونك هذا إلهي بقرني سبحانه وتعالى إلهي مركز سبحانه وتعالى هدي نفته قفك عقل كو في لين هاي أما النفط قفك اللود دين لها واحد
القرآن بل ما تودي ها إن رسول الله صادر بركوا حرسول الله صادر القرآن كله سودي جي وإلهي سبحانه مضان وإن نفطان وذا مارك الشيطان كي يوضح حنون يقلع حمد الله كريو طريقة ونعكسن لجوه هنونيو إلهي رهال نمديسة تربية مرك إسلامي جاي هذا قفك وحوي إنه حقيقي إرضاء الله سبحانه وتعالى إلهي رهال قليو وقايد الله أبو ري إنه حقيقي كون كان محل الله كينه كون كان محل الله أبو ري محل الله أبو ري إلهي لجوه عابده قفك مرك إنه تا حقيقي الله بهين حق إلهي إنه قرته وتوحيد كهب وهو ريو شركي إنه مارك تبو كفك هذا كذب من معاملات مخلوقة ومارك تي يسوع لما عامل الله معامله ونعكسن أيه جارسيني سه مثلا صالحان قفك هدو توجي هاي أما بينلوي هاي أما وأما مثلا ما دقن حماية قانون إلهي سبحانه وتعالى وحوي هذا هدف كل الله ترى قريه وكان حراف ومدينا معامله وكل معامله يعني نفتينا ما يلخ خطر كردية مرك عبودية إلهي سبحانه وتعالى كون كان الله كينه وهو ما خرجت الجنة وليس إلا ليعبدون إنه حقيقي أيا الله بهين تربية مرك معنى هذا مرك في دوحة وهدف كيد وإن مارك الحقيقي إلهي سبحانه وتعالى وحقوق أموره بحثي تربية مر أن هذا بحثني تربية وحيله أن جاره وحكم إذا هيد وما قالت تعريفات كتربية وموضوع حي مارك موضوع سير كان تعريف كوفي عن أمغاب كوفي عن وحها تربية القرآن القرآن الكريم كأه صح القرآن الكريم كأه وحو تربية يا طريقة ترغيب يتهريب سان شيء يعني ما مارك حتى على يسين يعني مبارك تبو وحو تربية حتى القرآن كأخذ وحارك يسوي حلقة شاكين يا جندي نفط وجع على سنيسة جندي وحيا لا ينعم ذي لا يوم قرن سوال وجع على سيني حتى روح حلقة شاكين يا عذابتي ونحي سايا ولا ونبع سيني وحلقة مركل وش يا أعماش لا والله قمت يسن لها مثلا أم ذي حرة مركل إلهي كعاسين هذون كانوا على وعقة بأخرنا عذاب بأويال مرك هذا هذا وضلع مرتوك هذا كانوا حساب ويالو وبأم بيدي يوم ذي هو رأيك سنائي ذاتك الراعي هذون كانوا إلهي سبحانه وتعالى يقول يا نصر يا تمكين بوسي أخرنا أخر الجنة جنة ها سلاس مرك أي هذا كنا كوتال مرك هو طريقة القرآن هو طريقة التربية وي وحاجة التربية حب عن طهي بين القلدة واللين يلا يا ضيق لحظه فانا قفكم مثلا انك مربي معلم كمعلم كموالد ك أنا قفك واحد تربيين إياه، لما بحنا نقد قف على ضج أو جاف أو مر ولا قل مرة تي، سيد الله سبحانه وتعالى حتى رسولك وكريم ولو كنت فضلا لي ذا قلبي لا فضل من حولي، هذا حنا اللي متك كنا والله ويك أكل مرة تي، ويك أكل يا عيل هاي، فبما رحمة من الله اللي أنت اللهم ذكره رزق، حنا زي الحق سكاء هاتي أي الله جل سنة ولو كنت فضلا قليل ذا القلبي لا فضل من حولك يعني هراك مرك واحد رأي قفك إنه سنة قفك كان ومرة قليل وهو مر وبجاف، سيدو كريم سنة هين محي قفلين هو بابا وبابا وهين بسبدري ميسر وميوع المهم مركا لو تربيه مثلا بحي ميوع امام مدلعه وحن قريا مركا ما حق سن كريم الماء ما ركت اسكو كل سونين الماء ما حدها قفكاس نولول ميعو كبر ميعو كبر باري وحا لا يابا اسكو نين وينو اسكبا اويو هدي مثلا خوغا قرا غويسو بر ما حق ودعي وا باهنهي سرن حي حي لم تيرنت قفكا وحا غيرها مركا ان لا توسو إنه مركب شو ماي يعني لبلا ده حدوده يعني ما ركتي ها يوبه مركب تربية القرآن في مدة أول أكسن روح الله تربية تربية القرآن كون هذا وما أنت الشيخ فارح محمد يعني هار شيخ هذا أنت هذا الكودي وح يجلس وده بحاي وح ترد قن كي خراس ومالدا وح لوبر بارين ترى علمها دتك كقريب قادن ترى وح كم ذا شارع ما وضده وقف كي مركب مال وارك وح لورينه بل أما ولا ولينا يا لو منك لحقين hadeer Soomaalidu kala markaan ka warno waqr waa la siiqaano dadku deegaanka isu yaqaanana wax badan ba jiray markii la qaxay oo qof walba qulxooti noqday meel cilaa tagay ma isleedahay mushkilad waxa ka qayb qaatay qofku wuxuu isleeyaa ku arka in qof yaqaan arki ma iyo qof qaraabo oo arki ma hata waxa laga qof Soomaali inuu saaro marka dhaqankii oo dhan ka lumo ilaa waa tarbiyadii qayb ka mid ah inuu sax weeyo fiidan ummad waliba dhaqamo iyo soo jireemo ay leedahay waxyaalaha ina ka lumay waxa kamid markeenu qaxnay qofkii wuxuu noqday qof aan hawl lahayn macnaheedu qof aan lahayn maxay yaani aftirsi iyo meel laga yaqaan iyo meel uu noqonayo meel qof suuqa lagu siidaayo iska noqonayo sida ogeyd wuxuu sameynayaa wax walba cid walba uu sameynayo waxa uu xusay lagu maarko lagu mana yaqaan hadii qofka maaragtay laakiin uu deegaamadii ama bay'adii laga yaqaanay uu joogo warbiyadii ku dhex jiraayo wax badan buu la harayaa waa uu baqayaa uu cabsanayaa waa la sheegayaa oo ehelkiisa baa la yaqaana ma garanaysay mid kale dadkii laftigoodii mas'uuliyiin way qofku way qabanayaan waa la siiqaana halka marka qax u dhibaatooyinka uu keenay kamid tahay markii umadihii ay qaxeen oo mutaacaad la dhaqay ilaa isla dhaqnay aan loo tagay waxa fududaatay dad Soomaalida inay ku milanto si fudud inay ugu milanto meelaha ay tagaan
وقالوا ولا بيقول هذا يقتك تي أيه يكون ملان تي هو واحد ذلك يسا إني حاجة دقن كي يلبس كي يخلاق دي يوحول بين تلاقي قاطي وما تكوى كوى تكتي حتى الصومالي ما ذيك تكتي وقال أف صومالي كتي جي ومعرفت إلى هذا الحد أف صومالي حتى أول كان إنه يتخلف يوحول من قرن يسا نقصه تجي وقال كيس رقدا اللي يرد على غار كيس مركات ورئيسة ولغات لغات كلها كقولها الله كتر ما ذا نف صومالي قاون وكل يفسر هو قانا لكن وحم على الدرة وحم على مثلا اللغة الإنجليزية كقولها الله مثلا اللغة الإنجليزية هذا نمبا إسكاره اللغة الإنجليزية واللغات هذيك اللغات هاي صومالي قاون والله جاي أبغى إنه أركب يعني اللغات دانك تهاي اللغات تحسينا وحوي بودكاست وحلوه تربية دي تربية دي دقن كيس مركب قفكو حلوه بهاي مركب هو رأي إنه إسلام ما دي سقطة إنه إسلامي هاي إنه مارك يكون فانو إسلام ولا إلى شرط ثانيا هذا وجود كيس أمد مدرسة ودن مدرسة ودن مدرسة ودن كيس ها صومالي لقد بولي هاي مدى بولي دقن بولي دين بولي أدونك جغراسك ميل بوكا جاي على واسا مركب أدونك أدونك جغراسك ميل كي انتاس 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 تير تير تو نات وما تكلا غاية تلبس كيدي هذا سالان لبس كوكلة أدونك ولا ولا بلبس بيلا إلى شط واسا كراشين بيلا هذا واسا وحيلا هذا نقمه إلى هذا مركي مال حتى بدأ مدرسة لانك مثلا مركب أركتيد حتى باكستان وكلا وحوى لبس باكستاني جبال لقمة باكستاني جبال لقمة أوف مركب ما لحد يكل جي ولبس شعب سودان توادق أركي وحيلا لبس سوداني هر قال بيت ودغان قال يدوني سي وادي اركي من ليس هي ما عرفتي ها ومضوب بس يودي لكن قفكو حلا مر على ما يشوف تبو ها يكون من ميا قفكو سومالي يكون من ميا قفكو سومالي بركا وانتي وحن ما عرفتي وحوي لازم احفظ بس كيف بدي ما لا جزاك الله خير شيخ سؤال شكله انت اعلان لها ان ان كويدي وحوي تربيتي سي بود بعد اوغا شيكايسه معنى هذه يو قيبها كقيب قاطه مركا تربوريغي با كقيب قاطه سوقي با كقيب قاطه أهميّة أي لأ ذا، وما هي مهمة دهورت إن التربية إيوه، ااا التربية عن إن موضتك إلى تربية واحد لأ درجات، المية يران التربية اللي بها هي ده حات التربية مي قف وين تربية، وهذا أنت كشخص سؤال الله القرآن كوكلا وتربيينه يا قف وين يا قف وين يا يربى وتربيينه يا رجيا دمرنا وتربيينه يا أهميّة أي لأ ذا وما هي شيخ. تربية رنتي أهمية وين بيلاد هاي، وما ده هذي تربية ويدو تربية ولكن أي ويدو، وما ده سوى نقول سوى ما ده نجرين. ومضوا حين قلنا يسا وجود كذي حتى وحوينا حقيقي صورة قلنا مثلا تعليم تو كلام رحنا كسوق هذا تعليم تو حيلا هذا هدف الحقيقي مثلا مناهج التعليم تمرك ومض منهج لود تشينيو أو منهج أي برنا يا منهج كاسي وحولي هي سياسة وحمبارسية وحقيقي تشينيو مثلا تصار هذا وحولي منهج كاسي لود تجي حلوا قبائل وحلا ربع إلا هلو مواطن حمبارسن دقن كي وضن كاس وحقيقيين كان أمد داس إني جرتو سي مارك تواناكسن أو مارك المستقبل كذي يهرمر كذا يحققين كرتو حامر كان لوبه هاي حلوبه هاي مقف مواطن أو صالحة مثلا صالحان قفك مركو انحراف وتربية وكهاللوض تتوق نقطة السوق كو نفتي صورته وابابي إيه وأسي وحوي مجتمع ماشي وهو سيسيبو قالوا نفتي سوا باباش لبو أمد يسي مجتمع سوا عبي صدح وحول لكم أمريكا رو واسو الله إسكيل لنا يا وفق هذه مركب وحوي أصلا وابا يمدين وابا حاله بها يا مرك وادين بناكسن وخلاق بناكسن وأمانة له ومقرر ليس محوها يلا بها هدي اللي وياي مركب تربية داس تربية داس نسأل الله حقيقي كرا ومضه قابر قارب سوي حقيقي يا قارب وحي أمسين الإسلام كم أمسين لكن أمسين إن النولادان ومقرر ليس وقفك وسنبين شيئين وقفك وحبرتو وقفك تكنولوجي سماجستو وقفك لغالة سماجستو وقفك مقرر ليس دفاع قاب النولادان قاب كوداس وحيدوني تربية داس يعني وحفتان مثلا دواني قسوي قادم شاين وكالة شاين غابي النور شهي تربية دين غابي وانفودي لكن تحير من دين تودي وحي أمسين عيين يدغن كودي يعني حفتان إسلام كنا وحو إسان سو شاقنا إسان وحو إقاب وناكسن بشر كان إلهي وسود جكونكا هي دين تنو حبار سنت هاي رسالة أظن كل أوتر الجلوية وأنا أحسن تربية في العالم لو ما هي مضر أي غلط وحوي مركب غفكو إنه حقيقي جو مركب العبادة إلهي وأبو رتي سبحانه وتعالى إلهي رأي الجليو وحي اللي قد دونه يجي وواجباته ولي ما دو تاسنا محيو بعنت هاي مركب حيو بعنت هاي من بداية لقى صوب العاب هو يدي جوري بيأدي أبيه مجتمع واصل مربى ملبو مريه إلى كون هذا كيس هذا مثلا ما أنت صار عن نبى حلو دي باي صراحة حلك مركي لو ديبو ومضى حلك عن إسكاله ميل بو قادر وحلاقي يا با حوله ومضى نين كان يوم ميل جارك وشبط لما ببارين مركه واحد اللي يراوي حكنا أدوب ملشي تربية دي مركه كوبات ده تربية ده لون طيب وعارك جري نين هدو مضح نقضه إنه قرير بستو وبنجي العك وشبطه وبابور قال يقطه وعارك جري سجى مركه عارف لكن ورمال كان رتياله
مالكن أدوكم مالكن ومضى أنا إسكالي مالك التربية دي بقلون تربية تربية خلدم بختن مالكن ومضى إسكالي أدينا أمانة هي مالكن مقا أذن كرتيد قرنا كمدي سن كرتيد بنجينو كمشة من كرتيد إلا وحي لقاسيو وحقوق موية صارك واتصالة تصالة سو مالكي مالك واتصالة وقيروة ومعنا عن سوق أذن كرتيد وماشي مركز دي كذا سماد ورتبار تيجي كهرة يروح له يعني سانقات سانقات كسرية مركز تربية لفته تربية غفكة وحبة رأس النفط إن له فه ووحه حن لجهه فه وما جرنا يساء أخلاق حن لجهه فه وأخلاق ده وراك سلا النفط لجوه تربية مثلا وح لجوه فيا بنتا وح لجوه فيا حنتا وح لجوه فيا خيانة ده وح لجوه فيا دعاء وح لجوه فيا دلكة وح لجوه فيا حقد خدا وح لجوه فيا ظلم جا وح محل بريا وح لبريا هونتا وح لبريا جيسي نمضة وح لبريا دلقاتك وح لبريا ما صدقضة وح لبريا مقرنيسا يعني وح لو عكس وح لو وح وانا عكس انا بالبريا نفتر وتربيني ركوا الماء يركهي مركو ير بينات الى وح ليه تربيه غفك الى غفرك ولا سعتها هذا غفك نفسه وضعك حتى بيض مركو صوقره حبو كقاضنية رقم بقاضنية هذي بيضاس في عنتهي رقم بقاضنية هذي حنت هينا رقم بقاضنية guriga haddu fiican yahay sidoo kale beeyada day fiican tahay madrasada meediga oo kale markaan u soo noqonaa ama iska mar warbaahinta warbaahintu waa meelaha ugu muhiimsan oo maanta umadaha laga tarbiyeeyo ama umadaha laga baabiyo hadii meediga laga soo daayo midan sala ahaan ee laga soo daayo midan hadda kasoo qaad ayartay baa la xayeesiyay maanta raad ayartay baa meediga laga xayeesiinaya dhalinyaradii oo dhan waxa way ayartaydi baa maalintii lagu mashquulayaa oo waxba loo arkaaba inay tahay waxa kaliya oo wana maaragtay in qofku adduunkiisa akhriyo ha laakiin waxa laga yaabaa inay ka meeshaas ka maqan tahay inuu san fahansanay waxa meesha ku jira marka waxa laga yaabaa wax badan oo ka muhiimsan oo umada uga muhiimsana baa meediyaha in looga soo daayo ahay waxa sida dhaqaalaha umada dhaqaalaha sida loo dhisi lahaa ee waxbarashadoodi wacyi gelinta waxyaalaha waxa sida daraagiska iyo akhlaaq xumada dhaca iyo dilka sida umadaasi horumar iyo bisay loo gaarsiin lahaa walaalnimada deris wanaaga ما كرنيس حقوق ضغف قوقوف كمسلم كهؤلاء إلى عليو ما كرنيس وحاس أو وناجة أو قيمة سيد مضاري أي مارته هرمرو زمان لهاي وحاس أو بحمرك إن مية دي ليش ده يا مديت يا مغل أما مقال أما قرال أيتها مركا كل جب جبدي وحوي أهمية ده إلى هذا وحوي ضغف كأدون كسي آخر دي سب تربية ضو وهاجات نيسا وحن تعلنا شيخنا كويدي سؤال حاجة قبل عبتها ضغف بقار بالغة يا دكتور كنا دعواني إن إسلامي وقت التربية ضو صعدة قارنا إسلامي ما تكارين مركا بالحاجة قبل عبتها تربية ضو حلقية ضغف بس يبغى قانا حتى إنه قصوا معي هذا إنه التربية مركا لقى هذا وحي إنه قانا المها يركه هذا اللي يرده إنه وش اللي رده هذا وريا وحى إسكدام وحى سمعين أما اللي يراه هذا المخانة وإلما وش اللي رده وإلما هالكاس مارتي أما سوق وين مركو حلو للديلو مركا كلنا لا أنا أنت ها هالكاس إنه تربية ضو نقانا لكن تربية ضو هالك 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 ويكون ريسا تربية ضو وحيكب لعبتها بويس بويس كسبب يكب لعبتها وحيكب لعبتها مثلا كبدا يويل كإنتانيس غورسن سوق كب لعبتها وحيكب لعبتها مثلا waxaa baa hayaa markii gabadhu waxay noqonaysaa hooyo wiilkuna wuxuu noqonayaa aabe marka markay isu yimaadaan caruur bay dhalayaan reer bay noqonayaan hooyo aabe noqonayaan hadaysan iyagu hagaagsanayn oo ama abu hagaagsanayn gabadhu hagaagsanayn ilmuhu ma hagaagay gurigana ma hagaagay idan marka waxaa loo baahan yahay diinteenu aad uga hadashay nabi kaleey salaatu salaam markuu ka sheekeynayay wiilka ama aabaha mudan inuu noqdo aabaha noqdo aabaha inuu noqdo wiil ninka mudan wuxuu yiri nabi hadduu idin yimaado meel ka raali tihiin diintiisa iyo dabeecadiisa ku guuriyo yani diintiisa waxa laga hadlay mar hadii qofku diin la'aan yahay oo diintiba uusan ogeyn waxba kaga dhaqmayn oo xalaal iyo xaraan kara garanayn hadii mas'uuliyadda aba madaxan baari karaba waxa yaray isaga la siisaa inuu joor ku sameeyo ama wuxuu san faasaneyn dabeecaduna waa muhiim oo waxa laga yaabaa maaragtay dabeecadu dowr bay ku leedahay nolosha iyo dulqaadka iyo nolosha iyo tarbiyada hooyada kale marka laga hadlay nabi cuse wuxuu yiri maaragtay haweenta afar baa lagu doortaa diinteeda maaragtay quruxdeeda nasabteeda iyo maalkeeda intay kale oo nabigu wuxuu ka dhigay waxay iska fudud laakiin midda uu yiri ku faradayg waa midda diinta labi saaka mis gacantaada ha baruude midda diinta ku faraday wuxuu marka nabigu yiri calayhi salaam midda ku faraday hadday hooyadu diin leedahay waxay barbaarinaysaa jiil wanaagsan waxay soo saaraysaa ummad nadiif ah waxay soo saaraysaa ummad ammaano xambaari karta waxay soo saaraysaa ummad dal hoggaamin karta waxay soo saaraysaa ummad ee maaragtay adduunka wax ku soo kordhin karta ma garanaysaa waa hooyada waxa la yiraahdo hooyadu waa madrasa hadii la diyaariyo waxay diyaarisaa jiil wanaagsan halkaas kasoo bilaabanaysa kow
midda labaad ilmaha inaad wax u sheegtid oo tiraahdo waxaa yeel waxa ka fiican inaad fiicil tusto oo adiga u kaar oo adiga u kaar hooyay ama hooyo ah ama aabo ah tusaale ahaan ilmihii hadduu arko aabihiis oo been sheegaya isna been buu sheegaya waa wax weyn oo darajo la gaaray aabbaa buu sheegaya markaad tiraahdo maxaa beed u sheegaysaa aabbaa dashala been baa sheegtay tusaale ahaan sibal hadaad tiraahdo aabba beri waan ku kaxaynayaa fasax baynu aadayna oo aadan kaxaynin beri wuxuu kuleeyahay ama wixii ba caadi buu noqonaysa kow cibaadadii haddaad tiraa ilmahaaga tuko adiga tukan hadee ilmihii waxa weeye waa laga yaabaa in ilaahay ku hanuuyay laakiin adigu ku fiirsanaya adiga hadaadan tukan hadee ilmihiina waxa waxay ku tahay waxaase ku qasisa ku barashaad garanaysa laakiin marka horkoodoo tukanaya isna waa tukanaya marka horkoodaan been sheegay isna been sheegi mayo markuu ku arko adigoo maalasoomaya waa soomaya markuu ku arko adoo balwad leh ama sigaar ama qaad isticmaalaya asaa sigaar iyo qaad isticmaalaya waxaa soomaalidu oran jirtay gabadha hooyada haruurka tuntaa ayana hadintay baran maxaa laga wadaa dadkaasi mareerka markay haruurka la isticmaalaan gabadhu waa fiirinaysaa haruurka waa la tumaa markii la tuma haddana waa la kala saaraya xaarin baa lagu shubaa waa la haadiyaa waa maaragtay baa la kala haadiyaa gabadhu marka markii hooyadu tunta tiraa maandhay haadiyana way haadinaysa maxaa laga wadaa marka gabadhu waxay hooyadusamaynaysa wiilku waa sidoo kale aad waxay samaysamaynaya haddii guriga masalan seratuleyn laga tukaday oo laga soomo oo guriga maara dadka waalidku ay yihiin guri maa diinta ilaahay laga baranayo oo dad akhlaaqle ay yihiin oo martida laga soo dhaweeyo oo qaraabada laga xiriiriyo oo gurigu uu yahay guri maarata maasha allah ilmuhuna waxa u ilmahaas ku tarbiyo taasi ku tarbiyo laakiin hadii masalan odagu yidhahdo maandhow sigaarka isoo shid hadii wiilku inuu sigaarka bartomay laba jeer buu kasoo dhufanaya wuxuu leeyahay wallahi sida aaboo kale ayaan anigu rabuha soo arki mays hadduu odagu maaragtay iska laanlaamayo qaadka wxuna wuxuu leeyahay markuu adugu ka tago xataa waxa sida dhacday oo la arkay waxaa arkay ilmo yar yaro oo dhashay oo meeshii aabihiisa ka kacay laamihii ka urursanayo oo qarsanayo maxaa dhacay hooyadu ka harsanay waxba in lagu qabsado isagoo cunayaa la arkay muxuu haystaa waxaan wax fiican buu malaynaya aabba cunayo tusaale waa aabba cunayo tusaale ahaan aabbuhu waxaa la doonayaa waalidku ilmaha inay baraan xalaasha inay baraan oo inuu ilmuhu maaragtay muxuu ahaa xalaal mirto inay maaragtay runta baraan inay beenta ka ilaaliyaan inay xumaanta zinadeeda baraan intaas markii waalidku soo hagaan haddana waxaa la tarbiyadu waxay samaysay ilmahaasi marka uu maaragtay calool gelayo shaydaanka in laga naaro markii odaga iyo markaas iyadaa xadiiska nabi calayhi salaam adkaartii ay akhristaan hadii kale waxa weye nabigu soo sheegay xadiiskaas qofkii ismahaasaa ku colshaday shaydaan ma dhibo adiga le shaydaan baaba dhibaya ilmihii kow la dagaalay marka uu dhasho ilmahaasi u fiirsa weli tarbiyadii baa socota dhegta midigta ana waa laga adamayaa bidixdana waa loo aqimaya maxay tahay sababtu waxaa la rabaa waxa ugu horreeya dhagihiisu ay maqlaan inay noqoto kalimat tawxiid oo adduunka uu kusoo galo sidoo kale markuu adduunka ka baxayana kalimat tawxiid uu ku tago oo laa ilaha ila allah tawxiid maxamed rasuulllah uu ku tago ka bacdi waxaa loogu xijinayaa taasi waa maqalkii carabkii waxaa loo mudmuudinaya wax macaan si nabi alayi slam sheeg maloo mudmuudi wax macaan baa loo mudmuudinaya maxay tahay carabkiisa waxaa tafaawul waxaa la barayaa wax macaanna kasoo baxaan dabeecad wanaagsan dabeecad wanaagsan iyo wax maaragtay hadallo wanaagsan uusan mid cayib badan oo afkharaar uusan noqon yaa urinka afkharaar cayib badana hadhow dhagihiisa waxaa la rabaa in lagu tarbiyeeyo ilmahaas kelmad wanaagsan innaga waxyaalaha u baahan in aad iyo aad runtii soomaalidu ay uga taxadirto waxaa ka mid ah ilmaha in la habaaro afkana sheekh waxay u marshaan baa waxyaala ugu qaraar malmal iyo waxaad arkaysaa ilmihii waxbuu halaynaya ilmihi waa ilma yar caqligiis ilmu maraaxil buu maraa marxaladii waxaa jirta hadalka marxaladuu maraa koritaanka marxaladuu maraa waxaad arkaysaa ilmaha wax laynaya hooyada waxay ku leedahay bala kusii qaado hadday bala ilmaha sii qaado maxaykaaina samada furan tahay maxaad ka faa'id beryaadaa usha laynaya hadduu ilmihi caasi noqdo ama ilma tuuga noqdo ama ilma waxa dilo de beri adiga kuusoo noqonaysa adana waxaana sabab u ahaa adana sabab sidaa ogeed ma banaana ilmaha in la habaaro ilmaha in la habaaro ma banaana oo waxa weeye hadal wanaagsan iyo kelmad wanaagsan halkaas ka bilaabataa ka bacdina waa tarbiya soconaysa oo maraaxil qaadanaysa oo ilmo marka waxbarasho gaaro iyo salaad iyo toddoba sano lagu fara waa hawl dheer weeye waa wax wadayaal weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijkii islaamka iyo nolosha barnaamijka waxaa maanta martay inoogu ah sheekh faarax maxamed jeenihaal waxaana kaga hadlaynay tarbiyada iyo islaamka sheekh laba su-aalood oo isku mara maadaama aan gabagabo barnaamijkii marayo su-aasha koowaad waxa weyaan ku weydiin lahaa yaa looga baahan yahay inay wax tarbiyeeyaan marka si kooban baarakalla fiik waa arrin muhiima su-aashaas waxaa laga yaabaa dadku inay u haystaan tarbiyada in laga rabo ama macalimka keliya laga rabo macalinka in laga rabo ama waalidka keliya laga rabo tarbiyada qofku intuu markuu dhasho ilaa uu godka ka galo tarbiyadu waa la soconaysa sidaan sheegnay mas-uuliyadda koowaad waxay ku dhacaysaa waalidka
oo ilmaha mas'uulka ka ah oo ilmaha ilaahay ka beeray gaar ahaan waxay ku sii dhacaysaa hooyada hooyadu rabi ilmihi hadalka inay barto oo dhaqdhaqaaqi barto oo wax walba ay barto waa hooyada kelimaadka hooyadu isticmaasho ama alfaada ama ilmuhu waa baranaya aabuhu waa sidoo kale marka waalidku doorka ugu muhiimsan buu leeyahay haddii waalidku marka tarbiyadii uusan noqon waxaa kaloo marka su'aal muhiim ah waxaaba laga yaabaa haddii tarbiyadaan ka hadlaynaba dadku inaysan qushaaba ugu jirin ilmaha waxa laga yaba waalidkuna ka fekero raashinsii dharu gameel fiican seexi ha loo qubeeyo iskuulna ha loo diro mid haddii magaalada la joogo si kalena baadiyaha xoolaha lala qaybsadaayo dee baadiyaha isaga waxa weeye ama waxraha loo diro ama hidaha loo diro ha isaga baadiyahaba loo dira isaga laakiin magaalada waxaa laga yaabaa waxayna ka dhaadhacsan inay tahay ilmaha in iskuul loo diro waa laga way jiraan dad magaalada haddaygu ehel u ahoo garanaya diintiiyo ilmaha maaragtay tarbiyadii marka tarbiyada la doonaya waxa weye horta tarbiya islaamiyan in ilaahay lagu xiro kow waxaa marka doorka kuwaad ku dhacaysaa waalidka dowrka mas-uuliyadda labaadna waxay ku dhacaysaa goobta waxbarashada goobtaas waxbarashada ama ha noqoto macalimiinta qur-aanka ha noqoto ama ha noqoto kuwii iskuulka ha noqoto ama masaajiddii iyo xalaqaadka cilmiga ha noqoto ama culummadii ma garanaysaa iyo ducaaddii ha noqoto ama ma garanaysaa cid kasta xataa dadka mas-uuliyiinta ah oo ummadda mas-uulka ka ah dowr bay ku leeyihin ummadda waxbay ka bedeli karaan ninka masalan mas-uulka ama madaxweynaha ah ummadda waxaa laga yaabaa maantay inuu arko wax ummaddan mustaqbalkeeda iyo adduunka akhreed baabiinaya inuu meediyaha kasii daayo ummadda u sheego oo ma garanaysa hadda waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid a tarbiyada aan isleeyahay aad bay muhiim utahay ummadda soomaaliyeed oo kale waxaan isleeyahay waxaanu aada ugu baahannahay manaahijta waxbarashada in lagu daro dhibaatada darag iskuu leeyahay masalan sidaqaadka oo kale iyo wixii lamid iyo sigaarkaarashada dhibaatada ay ummadda u leedahay in manaahijta lagu daro adduunyadana waa lagu daraa oo maaragtay media laga wacigeliyo oo dowladdii ka hadasho oo wasaaraddii waxbarashada ka hadlaan oo isgaarsiintii laga hadlaho dhibaatadiisa ummadda loo sheego waxaa kale oo xil ka saaran yahay deegaanka sida aan sheegnay haddii deegaanka uu faasid ilmaha waxa la yahay hadduu gurigu fiican yahay ilmahaasi 30% boqolkiiba soddon buu okay yah fiican yahay haddii ay goobta waxbarashadu fiican tahana 60% haddii ay fiican tahay deegaankuna 90% talakitaamatan maanta ma la helayo yacni guri iyo goob waxbarasho iyo bay-a wada fiican maanta ma la helay in markaa liista horta ay say u kala horeysa say u kala horeeyaan waalidka ugu muhiimsan ama cidda wax tarbiyeynaysa goobta waxbarashadaa ku xigta waxaa laga yaabaa macalimku inuusan fahansanayn qur-aanka in badan oo kamid fahansan yahay lakin waxaa laga yaabaa inuu macalimku ilmihi qur-aanka baro baa dhici karta laakiin qur-aanka ha baro laakiin risaalu gudinaya risaaladata waxa weye ilmaha inuu soo saaro ilmo ilaahay diintiisa xambaarsan oo khalaaq fiican oo baari ah oo ummaddii muwaadin saalix ina soo saaro iskuulka macalimka waxaa laga yaaba inuu manhajka siiyo maadada inimkii sainiska sainiska u dhigo kii fisiciska fisiciska u dhigo kii xisaabta xisaabta u dhigo laakiin waxaa la rabaa risaala intaa ko inuu xambaaro maxaad xambaarsanta rabta inaa xaqiijisa maxaad xaqiijisa fisics waa bartay de fisicska cid kasta waa barataa laakiin qofkan fisics xambaaran maxaa ka dameeya masalan waxaad rabtaa inaad soo saarto dhakhtar dhakhtar noocee horta inaad soo saarto ma dhakhtar waxaa rabtaa suuqa madow maraysa wixii dadka la siin laha maya waa inaad soo diyaarisaa dhakhtar aamin ah oo ammaano leh kow mucallin markii lagu dhigo mucallin marka xisadna gooya xisadna yimaada mushaarkiisana fiirsada ammaanadii ba halkaa ka maqan maya waa in ammaanadii la bara waxaan in ammaano tahay soo maarat nin mas-uul ah oo saan sheegna ummaddan ilaahay kaga cabsanaya waxaasoo dhan waxa wey marka tarbiyada cidda laga doonaya waxa weeye waa waalidiinta oo kow goobaha waxbarashada oo dhan oo intaan soo sheegnaya iyo bay-ada bay-adana waxa weeye innagoo dhan baa xilna ka saaranya nabigu usheegay calayhi salatu wasalam wuxuu yihi dhammaantii waxaad tihiin dad wax la raaciyey mas-uuliyiin ha mas-uuliyiin baa tihin mas-uul baa tihiin garanaysa kullukum raacin wakullukum mas-uulu can raciyati dhammaantii waxaad tihin dad wax la raaciyey qof walbana waxaa la weydiinayaa wixii la raaciyey marka qof hadda aan naga mid oo aan raacin ma jiro dariiqa markaad marayso imisaad munkar arkaysaa inaad reebtaan loo baahan yahay marka man raa minkum munkaran falyughayiru biyadihi waa tarbiyo adiga lagaa rabo gacanta ku suuli baa lihi haddaadan awoodi karin sudada lahayn carafo bashee haddaadan awoodi karin qalbiga qalbigaadiga marka ummadda xil baa kaa saara waa inaad mas-uuliyad dareenta masalan nabigu alayi salam wuxuuna baray dariiqa in qodaxda laga qaado iyo dhagax maxay tahay maxaa layna baraya waxaa layna barayaa qofku ummadda inuu anfaco adigu ajran waa kuhelaysa laakiin ummaddii baa anfacda ummadda inaad anfacdo waxaa lagu barayaa ummaddaas mujtamaca inaad ka mid tahay inaad anfacdo sida awgeed qof waxa laga doonaya waxa wixii ummadda anfacayana inuu ka qayb qaato oo mushaarkeeyo oo la wadaago wixii ummadda dhibayana inuu ka haysto ummadda ka ilaaliyo oo ka fogo
marka bay'ada xil baan naga saarna haday aynu dadaalana wax badan bay cid kasta meesha ay ku nooshay ka bedeli karta jazakallah khayr sheekh waxaan yeelanaynaa insha allah xalqa kale oo inta ka dheer aan waana jecelahay waqtiga hadii uu noo masaamixi dhahaa laakiin waqtiga daraadiis intaas ayaanu maanta kusoo gabagabaynaynaa waa tahay daawadayaal intaas waxaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkii islaamka iyo nolosha barnaamijka waxaa inoogu ahaa martay sheekh faarax maxamed jeenihaar oo ka mid a culimmada soomaaliyeed waxaana kaga hadlaynay tarbiyada iyo islaamka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdirasaaq ciraah haddaba barnaamijkan barnaamij la mid a inantaanu ku kulmi doono waa dhammaantayoo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh